دابا هادو اللي بغاو يحرقوا من المغرب للجزائر بقاو له الحدود غادي يوصلوا نهار على المغرب. خصك كي كتغرب الشمسيه فاش كتنطق عمليه الحريق. هاي الطريق بعيد، جبدة طريق ضرب. هاوك الجبل ديال المغرب، هذاك الجبل ديال المغرب، وهذا من هاه الجبل ديال الجزائر. وباش يقطعوا الجبل المغرب للجبل الجزائر خصهم يدخلوا فواحد القادوس، واحد القادوس جاي ما بين المغرب والجزائر، وهذا السلك. فرط فرط ما خصهمش، على حسب ما قالوا الحراقه قال ما خصهمش يشوفوك العسكر حتى الحدود، لان يقدروا حدود الجزائريين يتيريو فيك. المغاربه مازال يقدروا يرحموك شويه، ولكن الجزائريين ما عندهمش محاسبه. كما كتشوفوا من بعد ما كيهربوا الحراقه كيهربوا كيتسلوا كيوصلوا للمعبر في الظلمه ديال الليل، كيوصلوا للمعبر ديال الفاصل، يعني هذا هو القادوس الفاصل ما بين المغرب والجزائر. دابا صاحبنا هو سبق راه مشى ليه. دابا من هنايا راه الجهه راه حنا في المغرب، هذاك الجبل هيه جبل المغرب، هاد الجهه كلها راه حنا في المغرب. ولكن مجرد غادي نعبروا هذا القادوس الفاصل ما بين المغرب والجزائر كتصبح في الجزائر. هما نهار كانوا يحرقوا ليسونس لقينا واحد البرميل هنايا ديال ليسونس الى العقل، يعني في الاشاره ديال مرسيدس. غادي نحاولوا ناخذوا معاهم هذه المغامره، غادي نحاولوا نجربوا معاهم هذه المغامره ديال تخطي الحدود. خصك تكون لابس لبسه يعني ديال الوسخ. اوه ضيقه، مغامره خطيره. اكسجين المسافه بعيده. نشوفوا المغامره. اوه شي الغبره كطيح، العجاجه نايضه. واش راه ميتيرو القرطاس ولا القرطاس ولا خصك تنهج ملي تكون الطريق مأمنه. قولها لي عندك تيقروك ويو. حنا وصلنا السلك ديال الجزائر، حنا وصلنا السلك ديال الجزائر. الحمد لله حنا في الصبنيون، الحمد لله حنا في الصبنيون. وصلنا اخوتي كما راكم كتشوفوا على المباشر كيوصلوا الدراري هنايا وهما كيوصلوا. ها كنا قبيله في المغرب ودابا ولينا في الجزائر. جبت اللقاط، جبت اللقاط، ما فيهش الضو، ما فيهش الضو، هذا هو السلك. غريب هادشي. فين كيجلسوا الحراقه؟ هادي فين كيجيو كيجلسوا الحراقه ملي كيوصلوا؟ يو شده السلك، شده السلك. هادي فين كيجلسوا الحراقه يعني ملي كيوصلوا؟ يا هذاك راه مبلع عليهم الباب، مبلع يعني خصها تكون مخلص ياك، يعني غادي نباتوا غير هنا في هاد البلايص ندرقوا من البرد ومن الشتا. كاين الشتا دايرين انهم الريزو باش يحضيهم، على وعسى ما يجيبوا لنا الكلاب ولا هاهم. مصيفطين واحد الكلب، هاهوك واحد الكلب، هاهم مصيفطينه. هذا شي مزيان، كلب الجزائريين هذاك كيحرشوهم على الحراقه باش كيتولي. يا تلاقينا واحد العسكري قبيله لهيه قال خصك توليو للمغرب ولا غادي تموتوا، ولا يقدروا يحرشوا علينا الكلب. عندكم كاين كون جبناها صح. دابا الحر راه ظلام وخصنا نمشيو نروحو قبل ما ممكن دير لها هكا هذاك الزوم ديالها في يزومي هذاك هو اللي شوفنا في الراهم كاينين. دابا راه ظلام الحال وخصنا نوليو للدار اللي كيباتو فيها الحراقه ياك، قبل ما يطيحوا علينا الجزائريين، لان هذاك العسكر راه غادي يتبدلوا في هذا الوقت. عارفين لهم الوقت، ولا تبدلوا راك عارف شنو كيصرا، يقدروا يطلقوا علينا شي حاجه. المهم نوليو المغرب، ما كاين ما يعجب، راه بحال المغرب بحال الجزائر. وتحيه للشعب المغربي وتحيه للشعب الجزائري وكل شيء بحال بحال.